البحث المنتوج الوطني وفق المعايير الدولية والوطنية من أجل الولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية فيما يخص عملية التصدير الحالية. انتظار قرار السلطة العليا في حل هذا في فتح المعبر الحدودي مع الدولة الليبية الشقيقة مع الولاية المنتدبة الدبدب، إدارة الجمارك هيئت كل الظروف لمرافقة المصدرين وعملية التصدير ستكون في ظروف جد حسنة إن شاء الله. أن ولاية إنجيزي لها 3 دول مجاورة، إحنا نطمح باش تكون هذه الولاية هي المعبر لكل المصدرين يعبروا عن طريقها إلى دول إفريقية.